السلام عليكم، صباح الخير. اليوم بشارككم وصفة في كثير من الناس ما تعرفها، وفي ناس كثير برضه تعرفها وتستخدمها ولكن تستخدمها بالشكل البيسك أو الشكل الأساسي للوصفة، بينما هي في لها عدة أشكال وما إلى ذلك. اللي هي وصفة بطل العالم تيتسو كاسويا، بطل العالم عام 2016. هو ياباني وأقنع لجنة الحكام إنك تقدر تبرز في قهوتك القوام والحمضية والحلاوة اللي ترغبها بناء على تحضيرك. اعتمد هو 4 إلى 6. الأربعة تنقسم إلى جزئين، إنك تقدر تتحكم في الحلاوة وأيضا الحمضية. 40% من قهوتك تروح اللي هي للأربعة هذه، للحلاوة والحمضية. 40% من تحضيرك. الشق الثاني اللي هو رقم 6 هذا تقدر تتحكم فيه في القوام. 60% من تحضيرك تقدر تتحكم في القوام، إما معتدل أو خفيف. أو ثقيل. فهنا 60% وهنا 40%. في ناتج كوبك بعد التحضير النهائي. طيب، النظرية كانت 20 جرام من القهوة ضرب 3، وهذا رقم ثابت في النظرية، يساوي 60 ملي. 60 ملي ضرب 5 صبات يساوي 300 ملي. هذه النظرية الأساسية من دون أي تعديل فيها. فنلاحظ أن لو جينا نحسب الريشيو 300 ملي على 20، راح يكون الريشيو نفس المتعارف عليه دائما اللي هو 1 إلى 15، ولكن هذا كله قابل للتعديل بناء على اللي بنذكره في الجاي. نجي الآن نقسم الأربعة اللي هي 40% من قهوتك. زي ما قلنا تقدر تحضرها بشكل أساسي، وتقدر تزيد الحلاوة، وتقدر تزيد الحمضية بناء على أول صبتين. هنا راح تكون أول صبتين اللي هي تقريبا 60 ملي و60 ملي اللي هي 120 ملي. فإذا تبغى الكوب يكون بشكل معتدل أو بالطريقة الأساسية، راح توزعها 60 ملي 60 ملي. إذا تحب تزيد الحلاوة، فراح تخلي في البداية الصبة الأولى 30 ملي بس، وال30 ملي الثانية تضاف لل60، بتصير عندك 90 ملي. الصبة الثانية، الصبة الأولى 30. طبعا هنا نذكر أن المتبقي 180 ملي. فقلنا لو حبيت تكون معتدلة متوازنة تمشي على أساسية 60 60 60. إذا حبيت تكون ثقيلة، تكون 4 صبات، كل صبة 45 45 45 45، وكذا تحصل على قوام ثقيل. ولو خفيف على صبتين 90 ملي كل صبة، وبكذا تكون تحكمت في القوام وقبل كذا في الحلاوة والحمضية، وتوصل للكوب إن شاء الله اللي يرضيك واللي في بالك بإذن الله. طبعا في شيء مهم أخير أنوه عليه، تيتسو كان يوصي في فترة الانتظار بين الصبات، بين الصبتين 45 ثانية،
وهذا الشيء اللي يمكن كثير يستغربون منه. في الغالب هنا يعني نتعامل بثلاثين ثانية أو حتى نشفان السطح. والشيء الثاني الطحنة تكون خشنة جدا، خشنة يعني تقريبا زي الكيمكس أو ممكن أخشن، وأوصى برضه بدرجة حرارة يعني بس ما كان يركز عليها اللي هو 90 درجة حرارية. فخلونا نجرب، أنا بجرب الوصفة الأساسية هذه معكم الحين، وبعدين ممكن نجرب تجارب ثانية مثلا نزيد الحلاوة مع الحفاظ على القوام معتدل، أو نزيد الحلاوة. صبيت 4 صبات 60 ملي كل صبة، وانتظار 45 ثانية في كل صبة. وهذه الصبة الخامسة والأخيرة اللي توصل 300 ملي في وقت تقريبا راح تنتهي 3 دقائق، 3 دقائق و10 ثواني كذا يكون عندي كوب معتدل في القوام والحمضية والحلاوة. وأقيم الكوب، إذا ما عجبني أقدر أعدل في الكوب الجاي، أزيد الحلاوة أو الحمضية أو أخفف منها، أزيد القوام أو أخففه. وإن شاء الله يعني الجميع يستمتعون بوصفة تتسو.